الحالة الرابعة وهي التأخر. لا يجوز المأمون أن يتأخر، كما أنه لا يجوز أن يسابق ولا أن يوافق، كذلك لا يجوز أن يتأخر. والمقصود بالتأخر التأخر الطويل. طيب، أنتم تشوفون بعض الناس، خاصة بعض الناس في الركعة في السجدة الأخيرة يطيل في السجدة، يقول والله بعد بدعو، مو صحيح هذا في صلاة النافلة. إذا كنت وحدك أطل ما شئت، لكن أنت تتبع إمام رفع من السجود، ترفع من السجود، ليس لك أن تتأخر، بل تتابع الإمام. فلا تتأخر في الركوع، لا تتأخر في القيام من الركوع، لا تتأخر في السجود، لا تتأخر في القيام من السجود، وهكذا. فهذا التأخر كذلك لا يجوز، خاصة إذا كان طويلا. أما إذا كان التأخر شيئا يسيرا فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. إذا تأخرت عن شيء، مثلا إنسان يقرأ التحيات مثلا، وصل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سلم الإمام مثلا، قال أسلم واللي يصير أكمل التحيات، وكمل التحيات، أنت شو بقي لك؟ إيش شيء يسير يعني مثلا. أو في السجود مثلا، أول ما رفع الإمام الله أكبر، لو قال رب اغفر لي مثلا زيادة واحدة مثلا ثم قام، ما يضر. المهم أن التأخر اليسير لا يضر، لا يضر، وإنما يضر التأخر الطويل. حتى قال بعض العلماء إذا فاته بركنين بطلت صلاته، يعني إذا ركع الإمام وانت ما ركعت، رفع وانت لحين ما ركعت، سجد بعدين ركعت، صلاتك باطلة، لأن سوى ركنين وانت تأخر عنه. فهنا يقول إذا قام الإمام بركنين ولم يتابعه المأموم فهنا تبطل صلاة المأموم، والله أعلم. نعم.